انتقالا إلى فقرتنا الرئيسية والثابتة في برنامجنا، تحية إلى أسرى الحرية في سجون الاحتلال، كل عام وأنتم بخير مرة أخرى، وتحية أيضا لأهالي الأسرى. سيكون معنا اليوم السيد ناصر قوس، مدير عام نادي الأسير في مدينة القدس. صباح الخير وكل عام وأنت بخير. أنت بخير، كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا فيك. وسيد أمجد أبو عصب، رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، صباح الخير وكل عام وأنت بخير. تبقى الخير إن شاء الله، الله يرضى عليك. أستاذ ناصر، بدي منك طبعا كلمة ومعايدة للأسرة داخل سجون الاحتلال ولأهاليهم في الخارج ولكل الناس اللي عمالهم بيشوفونا هلأ. بداية أولا تحية إلى تلفزيون فلسطين وبرنامج صباح الخير يا قدس، اللي كل هذا البرنامج اليوم كان هو ثقافي، إلا أنه كان فقرة للأسرى الفلسطينيين، لأنه هذا جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج، موضوع الأسرى في مدينة القدس، وإحنا بنشكرهم عليه ودائما متواصلين معنا في كل مجالات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية وفي مدينة القدس. هاي رسالة كمان أستاذ ناصر، إنه إحنا عنا أسرى وعنا استيطان وعنا مصادرة أراضي ومخنقين علينا، بس كمان بنقدر نغني وبنقدر نرسم وبنقدر نعمل كل شيء. احنا الشعب الفلسطيني اول شيء بنهنئ كل الشعب الفلسطيني وبنهنئ أسرانا الابطال داخل السجون الاسرائيليه، وبنقول لهم عيد مبارك وكل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم بشهر رمضان المبارك، وبنبعث تحيه الى الاسرى المطلوبين عن الطعام، وعلى راسهم الاسير المقدسي حسام مطر اللي له اليوم اكثر اللي 70 يوم وهو مضرب عن الطعام، وهناك اسرى اردنيين مضربين عن الطعام، بنقدم لهم التحيه، وبنقدم التحيه الى اسيراتنا المقدسيات اللي هم انتصار الصياد وانعام كولومبو اللي هم موجودين الان بسجون الاحتلال، وانتصار هي ام لاربع ابناء، ونتمنى لها انها تكون بين ابنائها في العام القادم، وان شاء الله قريبا، حتى مش في العيد القادم ان شاء الله، قريبا وقبل العيد القادم ان شاء الله تكون بين ابنائها، وكلهم يكون بين ابنائهم. امجد، ماذا عن اهالي الاسرى في العيد وفي شهر رمضان اللي هو قبل العيد، وعن المعيقات اللي واجهوها وعن تواصلكم معها وعن معاناتهم؟ نعم، اول شيء كل عام وانتم بالف خير، وها تحيه من رحاب المسجد الاقصى والمقدسات الى كافه ابطالنا في سجون الاحتلال. الحقيقه يعني اهالي اسرى مدينه القدس هم جزء اصيل من اهالي الاسرى في هذا الوطن الكبير. يوم امس دخل الاسير المقدسي بلال عوده عام الاعتقالي 13، ولك ان تتخيلي كيف يكون اول يوم في عيد الفطر المبارك السعيد لدى عائلات الاسرى. هنالك مجموعه من الاسرى ممن يدخلون هذه الايام اعوام اعتقاليه جديده، واخص بالذكر دعيني اوجه لهم التحيه محمد الجولاني، محمد ابو سنينه، ولؤي ابو نجمه يدخلون عامهم الاعتقالي السادس على التوالي، وائل قاسم، وسام العباسي، علاء العباسي، ومحمد عوده، وسفيان عبده يدخلون عامهم الاعتقالي 12 على التوالي، بلال عوده وسامر متعب يدخلون عامهم الاعتقالي 13 على التوالي، وايضا الاسيرين نور قاسم وسامر حماده يدخلون عامهم الاعتقالي 17 على التوالي، والاسير المقدسي ايضا عزيز دنديس ينهي فترة اعتقاله 12 عاما خلال الأيام القليلة القادمة. هي لحظات من الحزن المتواصل لعائلة أسرانا، 270 عائلة أسير مقدسي يفتقدون أبنائهم أحبائهم على موائد الإفطار، وكذلك في كل فعاليات العيد من خلال صلة الرحم. هنالك مجموعة كبيرة من أبناء الأسرى ممن يقومون بتغطية الفراغ الحاصل من خلال تشاهد الأطفال الصغار يتوجهون إلى عماتهم وخالاتهم ويضعون العيدية نيابة عن الأسير في رسالة كرامة وعز. احنا موجودين حتى داخل السجن. اول شيء انا بديش احسدك، بدي اغبطك على حفظك لهدول الاسماء. نعم، واسماء الأسرى خاصة، وحتى حافظهم بتواريخ اعتقالهم وذكراهم وكل هاي الامور. ان شاء الله بنلاقيهم والفرج قريب ان شاء الله بعيد الاضحى. نعم، يكونوا انا اقول لك يعني الحالة المقدسية هي حالة نادرة في الشارع الفلسطيني، لها خصوصيتها. نعم، لها خصوصيتها، لا يوجد لدينا انقسام، يوجد ملامح انقسام في بعض
المواقع البسيطة، إلا أنه نحن نعيش حالة من الوحدة والتوائم والتراحم والتعاضد، لأنه جميعنا موجودين تحت مقصلة السجان، وبالتالي الحالة الموجودة في سجن جلبوع حقيقة عكست على كافة أهالي الأسرى. جزء كبير من أسرانا موجودين من كافة الفصائل في نفس الأقسام، يتناولون نفس الهم، متواصلين مع بعضهم بطريقة رائعة. رح نحكي عن هاي التفاصيل داخل السجن، بس بالأول بدنا ننتقل إلى قصة أسير وهو شيخ الأسرى المقدسيين أبو ناصر محمود دعاجنة، اللي قضى 21 عام داخل السجن، والآن بيلتقي لأول مرة مع حفيده داخل نفس السجن. وعلى قول كريستين ريناوي اللي أعدت هذا التقرير طبعا مشكورة، أنه من باب صلة الأرحام ما بين أسرانا البواسل وما بين شعبنا بخارج السجون بالسجن الكبير. طبعا خلينا نشوف سوا هذا التقرير ومنعود بنرجع بنكمل سوا حوارنا. تفضلوا. أزقة مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة تقطن عائلة شيخ الأسرى المقدسيين وأكبرهم سنا الأسير محمود نوفل دعجنة 66 عاما، محكوم بمؤبد وعشر سنوات قضى منها 21 عاما. غيبته قضبان السجان عن أبنائه العشرة، فاضطرت زوجته لتجسيد كل الأدوار، وهاقت حل العيد ولم يحن الإفراج، ولكنه قريب. فالأسير دعجنة من بين الأسرى القدماء المنوي الإفراج عنهم ضمن الصفقة التي سبقت العودة للمفاوضات. طول عمرنا سكان القدس، يعني احنا ساكنين هنا بالمخيم، وكنا مبسوطين، وكان يشتغل بنا، وكانت حياتنا والله سعيدة ومبسوطين، وعنده 10 أولاد، كان عندنا 7 بنات وثلاث أولاد، وكنا عايشين الحمد لله رب العالمين. بس ما بنعرف شو اللي صار، يعني من يوم انه انسجن يعني عيشتنا صارت جحيم، يعني بلا الواحد يجوزها بتعرفي كيف بتمضي ايام ومرار، ويعني ما ربناهم وكبرناهم وجوزناهم يعني الا بالمرار. ان شاء الله الفرج قريب، وكل عام وانت بخير، وان شاء الله اذا بتلاقيش على العيد هذا العيد الجاي ان شاء الله انك بتكون عندنا. يا رب يفرج عليك وعلى كل المساجين وعلى كل الاسرى يا رب. لم يشبع أبناء الأسير منه، وبعضهم يعرفه جيدا، فقدوه في تفاصيل وسنوات حياتهم، كما أنجبوا جيلا من الأحفاد. فللأسير أكثر من 50 حفيدا لا يعرفهم ولا يعرفونه إلا بالصور والحكاية. لتكون المفارقة القدرية هنا أن ينتقل أحد أحفاده محمود ابن 21 عاما الذي سمي على اسم جده، والتقى معه لأول مرة في سجون الاحتلال. لما راى عنده على السجن، يعني كان اكثر من سجن، كانوا مليان سجن رايحين يدخلوا المساجين واحد واحد عشان ابوي يعرف محمود. يعني ابوي يقول لهم لا مش هذا مش هذا مش هذا. لما وصل عند محمود قال لهم هاي محمود. يعني كانت شعور، يعني كيف قابله وهو في داخل السجن، كانت ساعات صعبه جدا. يعني بقول جوا عند سيده هلا، بقول لي يابا سيدي عماله بتعامل معي بكلمة فل، يعني بقول له انا ما دللتكش وانت صغير، بدي ادللك هلا. مقعد الأسير فارغ في كل الأوقات، ليس فقط في شهر رمضان أو العيد، ما يؤثر على عائلته التي وصفت غياب غاليها بالمأساة. تجل الذكريات السعيدة منقوصة الفرحة جراء هذا الغياب، أما الذكريات الحزينة فهي قمة الألم. برضه قبل 3 سنين كان ابني مع حمود كثير، كانوا ماسين يعني دخل صغار، لقيت ابوي فتح الشباك يعني شوي دخل صغار، مسكت ايدي بدل انا ابوس ايده في درس ايدي. احنا ما عم ننسدين ولا عمري عم نعمل بال، يا بصب عليه عيد بعيد عليه على الصوره ببوسه. ان شاء الله فرج قريب، اهم شيء هذا انه الفرج قريب ان شاء الله. يعني أبونا بضل وزي ما تقولي الحمد لله. يعني براءة الأطفال ولهوهم إحياء للعيد لا يلغي حزنهم على عدم معرفة رأس الهرم في العائلة، إلا أنهم أحبوه وأرسلوا معايداتهم بالعيد على طريقتهم.
هذا نموذج لعائلة من عائلات نحو 270 أسيرا مقدسيا يقبعون في سجون الاحتلال كآلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يحلمون تنسم عبير الحرية. حال عائلة الأسير المقدسي محمود دعاجنه كحال باقي عائلات الأسرى، حرمان وفقدان تشهد عليه سنوات الأسر لا يسجل فقط في الأعياد أو المناسبات بل في كل أيام السنة. من مخيم شعفاط في القدس المحتلة، كريستين رناوي، تلفزيون فلسطين. شكرا كريستين، يعطيك ألف عافية. ناصر، قريبا جدا إن شاء الله رح تكون أولى دفعات إطلاق سراح الأسرى القدامى، خاصة في منهم أسرى في الأسر لهم من 83، سوف تشمل أسرى مقدسيين وأسرى من داخل المناطق المحتلة والأراضي المحتلة في 48. شو تحضيراتكم لاستقبال هؤلاء الأسرى وكيف شعوركم بهذا الصفقة اللي جاي إن شاء الله؟ بداية أول شيء إنه بنتمنى إنه هاي الصفقة تتم، وكان المفروض يعني على المفاوضين وعلى سيادة الرئيس محمود عباس إنه يكون جميع الأسرى نكونوا في بداية قبل بدء المفاوضات أن يكونوا يطلق سراحهم، لكن هذه هي المفاوضات. موضوع أنه بدهم يتم إطلاق سراحهم على 4 دفعات، لكن نتمنى أنه يكون هناك مصداقية عند الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق سراح الأسرى الأبطال، لأنهم هؤلاء الأسرى عانوا من قبل بالصفقات السابقة وكان بعض الأسماء موجودة، لكن تم إزالة هذه الأسماء من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ونتمنى نحن كنادي أسير ولجنة أهل الأسرى أنه يتم إطلاق سراح الأسرى في مدينة القدس وإخواننا في 48 في أقرب وقت ممكن. نتمنى أن يكونوا من الدفعة الأولى لأنهم هم أساس هذا الموضوع. هناك كما قلت أخت مي أنه في أسرى أكثر من 30 سنة وهم داخل سجون الاحتلال، في نتمنى أن يعانقوا أهاليهم في هذا بهذه الصفقة. نحن يعني كنادي أسير ولجنة أهالي الأسرى يعني جاهزين لأي حدث بحصل لأي إفراج من الأسرى المقدسين وأخواننا في 48. سنكون على أتم استعداد لاستقبالهم، سيكون هناك احتفالات، سيكون هناك استقبال مهم جدا. لكن نحن في مدينة القدس دائما الاحتلال يعرقل عملنا، ونتمنى أن يكون هذا الفرح قريب جدا في مدينة القدس إن شاء الله. أمجد، كيف بتلاقي تفاعل قضية الأسرى داخل السجون أو خارجها مع إطلاق سراح الأسرى القدامى وتأثيرها طبعا على نفسيتهم؟ طبعا إطلاق سراح الأسرى دائما يبث الأمل في نفوس الأهالي، وتعد محطة من محطات الصمود. السجون اليوم تعيش مرحلة من الشحن الكبير، 103 أسرى داخل سجون الاحتلال مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عام، كان المفروض أن يتم إطلاق سراحهم في بداية أوسلو، أمضوا 20 عام زيادة عن ما أمضوه سابقا. حقا أنا أراقب الموقف، الكل متخوف، الكل يعيش حالات قلق. عائلات الأسرى في القدس 12 عائلة مقدسية، منهم 5 يحملون الهوية الزرقاء و7 يحملون هوية الضفة الغربية، و14 عائلة من داخل الفلسطيني أيضا يعيشون هذا الأمر كبقية أبناء شعبنا الفلسطيني. أنا كنت أتمنى أنه يتم إطلاق سراح الأسرى كرزمة واحدة. سوف تستغل إسرائيل بخبثها ومكرها إطلاق أول دفعة من الأسرى 26، ومن ثم سوف تتهم السلطة الفلسطينية أنها لم تتعاطى بشكل إيجابي مع المفاوضات، وبالتالي سوف يصبح ملف الأسرى سيف مسلط على رقاب السلطة الفلسطينية كي تبتز منها مواقف في موضوع القدس واللاجئين وموضوع الحدود وموضوع الاستيطان. أتمنى على المفاوض الفلسطيني أن لا يخذل المناضل الفلسطيني. اليوم كل عمداء الأسرى داخل سجون الاحتلال هم من الداخل الفلسطيني، سواء عملية الأسيرات، كريم يونس، ماهر يونس، عمداء فتح، عمداء الشعبية، عمداء الجهاد الإسلامي، على حركة حماس كونها يعني انطلقت عام 88.
إلا أنه كل عمداء الأسرى داخل سجون الاحتلال الداخل الفلسطيني. ودعيني أنا أغتنم هذه الفرصة لأوجه تحية لأحد إخوتنا من داخل سجون الاحتلال، الأسير أحمد أبو جابر، وهو من كفر قاسم، هذه البلدة الفلسطينية التي ارتكبت فيها المجازر يوم 16 الشهر يوم الجمعة القادم مثل اليوم، وعرس ابن سامر عمره من عمر اعتقال والده. ونحن نتوقع الإفراجات أن تتم ب 13 الشهر يعني قبل العرس 3 أيام. ندعو الله عز وجل في هذه الأيام الفضيلة المباركة أن يكون العرس عرسين، أن يتم إطلاق سراح أخونا أحمد أبو جابر وليلتقي بابن سامر، ولتكون فرحة كبيرة، ونحن سنشارك في هذا الفرح الكبير. إطلاق سراح الأسرى يعني أننا طوينا ملف صعب وشائك جدا، وأمامنا مراحل أخرى من الأسرى الموجودين من المحكومين مدى الحياة ومن الأسيرات، وإن شاء الله أنه ربنا بيكرمنا في هذا الموضوع. إن شاء الله الفرج قريب تحقق هاي الأمنيات اللي عم نعتبرها، لأنه كل الناس لسه مش عارفة إيش اللي بيصير عماله بالضبط ومين هي الأسماء اللي راح يتم الإفراج عنها ولا لا. فبنتمنى أنه كل واحد متوقع أنه ابنه أو أبوه أو جده يطلع يلاقي موجود بين أحضانه. ناصر قوس، كل عام وأنت بخير ويعطيكم ألف عافية، وجد بذلت جهود طوال العام كانت رائعة. أمجد أبو عصب يعطيك ألف عافية وشكرا لوجودكم معنا في يوم العيد. كل عام بخير. كل عام أنتم بخير. هلا مشاهدينا، سننتقل إلى فاصل قصير لنتابع باقي فقراتنا، ابقوا معنا.